نشأة منتصف الليل مشاهدينا، أهلا بكم. البداية بالعناوين. 16 راغبا في الترشح يودعون ملفات الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لخوض غمار الاستحقاق الرئاسي المقبل. الجزائر تؤكد من العاصمة الغنية أكرا أن افتكاك إفريقيا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين مكسب استراتيجي، وتؤكد دعمها لمقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي تحضيرا لقيمة مجموعة العشرين المقبلة. أزيد من 20 شهيداً في قصف صهيوني لمناطق متفرقة من قطاع غزة، ومحكمة العدل الدولية تشدد على أن سياسة الاحتلال الاستيطانية تتنافى ومعاهدة جنيف. مشاهدينا أهلاً بكم من جديد. المستهل بملف رئاسيات 7 سبتمبر المقبل، حيث انقضت الأجال القانونية لإيداع التصريح بالترشح من قبل الراغبين في الترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي استقبلت 16 راغبا في الترشح أودعوا لدى رئيس السلطة ملفات ترشحهم. هذا وشرعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مباشرة في معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المدعة لديها من قبل الراغبين في الترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي الأول في ظل الدستور الجديد. دلال بوطبة. على تاريخ آخر أجل لإيداع ملف الترشح للرئاسيات، ضبط الراغبون في الترشح موعدهم لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فكان يوما زاخما بمقر السلطة استقبل فيه رئيسها محمد شرفي كافة المتقدمين. استقرار المناخ السياسي في البلاد حرك الممارسة السياسية وفق قواعد الديمقراطية وضمن الالتزام بأحكام القانون الناظمة للعملية السياسية. وسط حضور كبير للصحافة الوطنية التي ترقبت وحرصت كاميراتها أن ترصد الأسماء التي ستحضر إلى مقر السلطة، 16 راغبا في الترشح من بين 35 أودعوا ملفاتهم، بينهم أحرار ومنتمين إلى تشكيلات سياسية مختلفة. استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لرئاسيات 7 سبتمبر أودعت لدى السلطة بعد أن سحبت أكثر من 4.5 ملايين استمارة، وبالموازاة مع تقديم تصريحات الترشح لجان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومجلسها باشروا العمل على دراسة الملفات والاستمارات. عقب استكمال إجراءات دفع الملف والاستمارات، حرص الراغبون في الترشح على الإدلاء بتصريحات للصحافة الوطنية، فاكتفى البعض بالحديث عن الإجراء القانوني، واغتنم آخرون الفرصة للحديث عن تصورات مختلفة لما يمكن أن يقدموه ودوافع رغبتهم في الترشح. وإن اختلفت الرؤى والقناعات، التقى الحاضرون عند أهمية الاستحقاق الرئاسي كخيار استراتيجي وموعد وطني سياسي هام. الراغبون في الترشح واصلوا القدوم إلى مقر السلطة لإيداع ملفات الترشح في ساعات متأخرة، حيث استمرت العملية إلى غاية منتصف الليل، الأجل الذي يحدده القانون. أمام السلطة الوطنية المستقلة أسبوع للفصل في قبول أو رفض الملفات المقدمة. السلطة التي تشرف على ثاني استحقاقات رئاسية بعد إشرافها على 5 استشارات شعبية في مشهد سياسي متحرك، ومرحلة أرست فيها الجزائر أسس العمل الديمقراطي. ومع استكمال كل إجراء يبدأ العد التنازلي للسباق الرئاسي.
هذا وأصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قراراً يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويشمل القرار كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري والتي تملك ترخيصاً قانونياً، وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الإنترنت. كما يحدد القرار أيضا كيفيات تغطية نشاط المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي. فبمقتضى هذا القرار تلتزم وسائل الإعلام السمعية البصرية بضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهو ما يتجسد عبر عدة نقاط، أهمها أن يكون التعبير المباشر حصريا بعنوان مهام المرفق العمومية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية منصفا ومتساويا من حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل، كما يتعين أيضا الإنصاف في المشاركة في الحصص المبرمجة والتوقيت المخصص للمترشحين أو ممثليهم للتعبير من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية، وكذا في معالجة المعلومة وتغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية، وأيضا من حيث الحيز الزمني ومواقيت وترتيب تدخل كل مترشح. كما تلتزم وسائل الإعلام المعنية بضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وتشمل هذه القواعد أيضا احترام الحياة الخاصة للأشخاص وصون كرامتهم، وكذا الالتزام بمبدأ قرينة البراءة والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة. في ملف تعاون ومن العاصمة الغانية أكرا، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في كلمة له حول البند المتعلق بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، أكد دعم الجزائر لمقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي شهر سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين وتحديد الأهداف والأولويات المراد تحقيقها بعدما افتك الاتحاد القاري العضوية في هذه المجموعة. فصلنا فيما سبق في مسألة تمثيل الاتحاد الإفريقي في اجتماعات مجموعة العشرين بمختلف مستوياتها، لكن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها، ومن هذا المنظور يعتقد هذا الوفد بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان منا كل الاهتمام والعناية. المسألة الأولى هي مسألة إجرائية وتخص كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين. أما المسألة الثانية فهي موضوعية وجوهرية بامتياز، وهي تخص تحديد الأهداف التي نتوخى تحقيقها عبر عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين، وكيفية توظيف هذه العضوية للدفع بالأولويات ذات الطابع الاستراتيجي لقارتنا. وخلال كلمة له في اجتماع مخصص للبند المتعلق بتقرير لجنة الدفاع والأمن، أكد عطاف أن الجزائر تشيد بإعلان مفوضية الاتحاد الإفريقي عن الجاهزية العملياتية لقدرة شمال إفريقيا التي تشكل أحد الأذرع الخمسة للقوة الإفريقية الجاهزة. نشيد
بإعلان مفوضية الاتحاد الإفريقي عن الجاهزية العملياتية لقدرة شمال إفريقيا التي تشكل أحد الأذرع الخمس للقوى الإفريقية الجاهزة، وهو الإعلان الذي جاء في أعقاب معاينات ميدانية قام بها خبراء أمميون وأفارقة لمختلف مكونات القدرة ولما تحوز عليه من إمكانيات عسكرية ومدنية ولوجستية تواكب بحق أرقى المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلى هامش مشاركته في أشغالها اليوم الثاني من اجتماع الدورة 45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أجرى وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بأكرا لقاءات ثنائية مع مجموعة من نظرائه من الدول الإفريقية الشقيقة، حيث تحدث عطاف مع نظيره الجنوب إفريقي وسمح اللقاء بمناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تحدث عطاف مع وزير خارجية نيجيريا، تناول خلالها تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوية، وتدارس معه عددا من الملفات الثنائية التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. عطاف تناول أيضا مع نظيره الإثيوبي سبل توطيد التعاون الثنائي، والتقى أيضا نظيره السيراليوني، وقد خصص اللقاء لاستعراض التنسيق البيني على مستوى مجلس الأمن في إطار مجموعة الدول الثلاث المنتخبة عن القارة الإفريقية. ولدى لقائه مع وزير خارجية زيمبابوي، ناقش عطاف أفق توطيد التعاون الثنائي بين البلدين. كما بحث عطاف مع وزير خارجية جمهورية الكونغو السبل الكفيلة بمواصلة التنسيق البيني الوثيق في سياق الاستحقاقات المنتقبة على مستوى الاتحاد الإفريقي. كما استعرض عطاف مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية أفاق توطيد التعاون الثنائي. في خطوة لتعزيز موقع أفراد الجالية الوطنية وإسهامهم في العملية السياسية التي يشهدها الوطن الأم، تسهر القنصلية الجزائرية بنونت على تسهيل الإجراءات الإدارية وإضفاء مرونة تواصلية استحسنتها جاليتنا التي تحرص على متابعة كل المستجدات والاستعداد لأداء واجبها الانتخابي بحماس في الرئاسيات المقبلة. التغطية لعفاف بلوشات. شرعت قنصلية الجزائر في نانت بتقديم دوريات منتظمة في هذه المدينة تسهل عناء تنقل العائلة إلى نانت، خاصة من يجدون صعوبة في الوصول إليها. نانت على حوالي 300 كيلومتر، ولهذا تسهل علينا الإجراءات الإدارية. السرعة والفعالية وحسن الاستقبال لمن يسهر على هذه الإجراءات. يعمل الموظفون والدبلوماسيون بنشاط لضمان تقديم خدمة كاملة بتأمين جميع الخدمات القنصلية خلال هذه الدوريات. الخدمات المقدمة تخص جوازات السفر وبطاقات الهوية البيومترية وكل الإجراءات الأخرى للحالة المدنية. بالنسبة لمسؤولي النسيج الجمعوي في المنطقة، فإن هذه الدوريات تقدم أكثر من مجرد خدمة بسيطة للرعاية. القنصلية أقرب للجالية من ذي قبل، وهي فرصة جيدة لجاليتنا. تعبر هذه الفعالية عن روح العلاقة الجديدة التي نسجتها القنصليات مع الجالية، كما تثير اهتماما متزايدا من الشباب تجاه بلدهم الأصلي، حيث كان العديد منهم يستفسر عن الانتخابات الرئاسية المقبلة. واجب الانتخاب مهم جدا، وقنصليتنا تمكننا من أداء واجبنا. نحن مواطنون جزائريون وواجبنا هو الانتخاب. أعبر عن صوتي بالانتخاب، ولدت بفرنسا لكني جزائرية الأصل. والتحدي القادم بالنسبة لقنصلية نانت سيكون تنظيم عدد كاف من مكاتب الاقتراع موزعة بشكل عادل لتمكين كل مواطن من أداء واجبه في الدوائر الفرنسية 11 التي تغطيها هذه القنصلية. في قطاع السكن، أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس في بيان لها عن توقيف عملية
التسجيل في برنامج عدل 3 بغية دراسة طلبات الاكتتاب التي بلغت 1,440,340 طلبا. كما أعلنت الوزارة أن عملية التسجيل في برنامج عدل 3 ستستأنف مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب. في إطار الجهود المبذولة لتحسين الإطار المعيش للمواطن وضمانا للأمن المائي خاصة في فصل الصيف، تعزز قطاع الري ببشار بأربعة خزانات مائية ودخول آبار جديدة حيز الاستغلال، فيما تم وضع مشروع محطة تصفية المياه المستعملة حيز الخدمة. يقول عبد النور هامل: إن الاستراتيجية الرامية لتأمين المياه الصالحة للشرب لفائدة مواطني ولاية بشار مشاريع كبرى تدعمت بها الولاية، كانطلاق مشروع إنجاز وكهرباء وتجهيز وربط 10 أنقاب بالمنطقة الصناعية التوميات. رغم الظروف حنا اللي عايشين في الجو الحرارة هذه وكذا، الحمد لله حنا نسعوا باش نوصلوا المياه للسكينات بشار، والحمد لله في أقرب الآجل إن شاء الله حنا نوصلوا لهم المياه لسكينة بشار بإذن الله. في الوقت الحالي أنا مسخرين جميع الوسائل المادية والبشرية لإكمال هذا المشروع في الأجال المحددة. قمنا بمجهودات وأنجزنا بئرين واللي راهم في حيز الاستعمال اليوم. ورشات إنجاز أربعة خزانات مائية بسعة 25,000 متر مكعب ودخول حيز الخدمة لمحطة تصفية المياه المستعملة بولاية بشار، كلها مشاريع ستساهم بشكل فعال في الرفع من قدرات التخزين بالولاية. تحويل القطراني، هذا التحويل المهم جدا الذي سيقوم بتزويد ولاية بشار ب 80,000 متر مكعب في اليوم. استمعنا لعروض وعاينا عن قرب ورشات الإنجاز لهذا المركب المائي، أقول الذي فيه 26 بئر، فيه خزان مائي ب 20,000 متر مكعب، فيه كذلك 3 محطات ضخ. يعني بالفعل مشروع مهم جدا، لقينا وتيرة أشغال نحن راضون جدا عليها، تتطابق مع مخطط الإنجاز المقدم مسبقا. مشاريع استراتيجية من شأنها ضمان تأمين مائي للمواطنين وتغطية حاجيات الفلاحة والصناعة بالولاية. ومحطة معالجة مياه سد تي شحاف ببلدية أيث الزين ببجاية تدخل هي الأخرى الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر ب 50,000 متر مكعب يوميا. المحطة المجهزة بأحدث المعدات التقنية والعصرية من شأنها تموين 6 بلديات في مرحلة أولية بهذا المورد الحيوي. المزيد من التفاصيل في هذا الروبورتاج لعزوز هواري. من سد تشحاف مباشرة إلى أكبر محطة لمعالجة المياه بأثرزين، محطة دخلت حيز الخدمة بطاقة إنتاجية تقدر ب 50,000 متر مكعب يوميا ليتنفس بها الساكنة السعداء. نفرح مرات فكنا منا جنينا تشحات أدسو نتوكسو الدار إن شاء الله ويزران جنزة ثوري أرتيزي مازال ندوه من الغاشي ماذا بيه ومازالشن كلس طلبوا الماء بارسيالمون لا رجل تاع عيط رزين هكا اون فاشو لا جي 71% تاع السكان تاع البلديه ان شاء الله نكملون ولي البلديه واحد اخرين اللي راهم ينتظروا في هذا المشروع. هو مشروع هام ومتكامل يضم خزانين بسعه 1500 متر مكعب للواحد وثلاث محطات بسعه ضخ تعادل 70,000 متر مكعب يوميا، فضلا عن تجهيزها بأربع وحدات لتحضير المواد الكيميائية الموجهة للمعالجة. تمت إنجازها من سواعد جزائرية، الميزة تاعها أنه تمشي يعني أوتوماتيك أبارتير دو لونتري جوسكا لا سورتي إي كومبري لو كونترول دي زوفراج أون لين أون ماتير دو ستوكاج دو ديستريبيسيون. هذه المحطة ستسمح بتزويد المياه الصالحة للشرب لفائدة 6 بلديات. أشرفنا اليوم على وضع حيز الخدمة لمحطة معالجة المياه ستسمح بالتزويد بالماء الصالح للشرب، وهذا تدريجيا ل6 بلديات الواقعة جنوب ولاية بجاية، وهي أيترزين، إغيل علي، بوجليل، إغرم، بني منيكش وتازمالت. هذا المشروع الهام
يدخل في إطار التدابير والترتيبات المتخذة لضمان تزويد المواطنين بمياه صالحة للشرب، وهذا تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهذا الشأن. محطة معالجة المياه بأثرزين واحدة من بين المشاريع التنموية الهامة المسجلة بولاية بجاية، ما يسمح بتحسين تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية. دوليا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد أمس 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء في غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعا للسكان بمخيم النصيرات وسط القطاع. هذا وقد شهدت المنطقة في وقت سابق قصفا مماثلا أسفر عن التقاء أزيد من 20 فلسطينيا من بينهم أطفال، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها العنيفة على العديد من المنازل في كل من مخيم البريج وخان يونس، سقط خلالها العديد من الشهداء والجرحى. على صعيد آخر، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استنكاره لمصادقة الكيان الصهيوني على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية. وعلى عدالتها تحظى القضية الفلسطينية بالدعم والمساندة، حيث وقفت محكمة العدل الدولية بلاهاي مرة أخرى اليوم إلى صف الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض، لتشدد على أن الاحتلال الصهيوني لفلسطين غير قانوني، داعية للمجتمع الدولي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. اسمعنا سلطان. في خطوة قضائية غير مسبوقة، محكمة العدل الدولية تطالب الكيان الصهيوني بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية ووجوب إنهاء الاستيطان الذي ينتهك بوضوح معاهدة جنيف. إن مصادرة الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية وإعطائها للمستوطنين إجراء غير مقبول بموجب اتفاقية جنيف. تؤكد المحكمة بأن المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس قد أقيمت ويجري الإبقاء عليها في انتهاك صارخ للقانون الدولي. المحكمة دعت الدول الأخرى إلى عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له، ملزمة المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لإنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت. إن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال. قرار استشاري بمثابة انتصار آخر للعدالة، يقر بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويضع المحتل الصهيوني في قفص الاتهام تلاحقه تبعات قانونية جراء ممارسات غير شرعية ترفضها القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ليسجل التاريخ مرة أخرى أن القضية الفلسطينية قضية عادلة. في موضوع آخر، تسبب خلل فني في شبكة الإنترنت بشركة مايكروسوفت في تعطيل عمل شركات الطيران والاتصالات ووسائل إعلام وبنوك وأسواق التداول وكذا قطاع الطاقة. العطلة التقنية كبد شركة مايكروسوفت خسائر هائلة قاربت 60 مليار دولار في غضون ساعات فقط. اسمعها سلطان ثانية. شهد العالم في الساعات الأخيرة خللا فنيا وانقطاعا في خدمات الحاسوب وتوقفا لأنظمة معلوماتية، ما شكل ضربة قوية للاقتصاد العالمي متسببا في خسائر فادحة لعدد كبير من القطاعات الحيوية التي أعلنت تباعا عن خسائرها بملايير الدولارات، على خلفية إبلاغ شركة مايكروسوفت مستخدمي خدماتها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك البنوك وشركات الطيران والموانئ
الهيئة والأسواق المالية عن انقطاعات واسعة النطاق أثرت على الوصول إلى تطبيقات وخدمات الشركة. شاشات الموت الزرقاء التي تظهر على واجهة أنظمة ويندوز بعد توقف الحاسوب عن العمل عمت العالم وتسببت في فوضى للمسافرين جراء تعليق الرحلات الجوية في مطارات رئيسة كبرى، على غرار شركات طيران أمريكية أوقفت جميع رحلاتها بسبب مشكلة في الاتصالات. كما أعلن مطار برلين عن توقيف رحلاته بعد تأخير في تسجيل وصول الركاب وغيره من المطارات الإسبانية والأسترالية، ما أثر في تراجع الأسهم الأوروبية التي تكبدت خسائر أسبوعية متأثرة بانخفاض أسعار السلع الأولية واستمرار هبوط أسهم أكبر الشركات التجارية والصناعية العالمية. الخلل التقني الذي اجتاح العالم تسبب أيضا في عطل لبورصة لندن التي أعلنت عن تعطل بعض خدماتها، وكذا بورصة سنغافورة واجهت صعوبات في تنفيذ المعاملات. قطاع النفط والغاز لم يسلم من تداعيات أزمة مايكروسوفت وواجه صعوبات في عدة مقار رئيسة للتداول. شركة مايكروسوفت أكبر المتضررين بتسجيلها خسائر مالية كبيرة قاربت 60 مليار دولار من قيمتها السوقية. خلل رفع من حجم التحديات التي أضحى يواجهها الاقتصاد العالمي، ودفع الخبراء إلى طرح تساؤلات حول هشاشة النظام المعلوماتي العالمي وتأثيراته على العالم مستقبلاً. نختم نشاطنا بأجواء الاصطياف والاستجمام، حيث تشهد الواجهة البحرية لمدينة تيكزيرت بولاية تيزي وزو قبلا واسعا للمصطافين الباحثين. وشاطئ تيكزيرت أو ما يعرف بالشاطئ الكبير أحد المقاصد السياحية التي تستقطب المصطافين والسياح من داخل الوطن وخارجه، تقول أسيا غريب. شاطئ تيكزيرت أو ما يعرف بالشاطئ الكبير بولاية تيزي وزو أحد المقاصد السياحية التي تستهوي العائلات الجزائرية بحثاً عن الترفيه والاسترخاء والاستجمام، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. جينا من بليدة، جينا البارح سمعنا بالبزاف على هذه البلاصة، جاية ميلانج ما بين جبال وما بين بحر. سانسيرمون عجبني الحال بالبزاف. جيت لهنا خاطرش عام كومبلي وانا نقرا وحبيت نروبوزي، وما كاش افضل بلاصه من هذيا. تيكزيرت مال لا بوتي تاعها، لا ناتور، الجبال، البحر، والبوبولاسيون هنايا مضيافين، لا بروبروتي ما شاء الله، لا سيكوريتي. نظرا للمقومات الطبيعية والسياحية التي تتوفر عليها مدينة تيكزيرت الساحلية، فضل بعض أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر قضاء العطلة في البلد الأم. رحت لفرنسا صافي 16 سنة، أنا وليت مع وليدي مانيا مينياس اون باس دي بون فاكونس هنا. درك عندنا دي زوتيل دي كومبلكس توريستيك، عندنا 4 بلاج ولا 5 بلاج هنا في تيكزيرت، عندنا فرعون لا غروند بلاج تسلاس، كاين جوه تاع ميزرانا اوسي يا دي بو بلاج. فوالا انا نقول الشعب ارواحو، تيكزيرت مليحه شابه، كاين فيها لا سيكوريتي، الناس ملاح، ام يستقبلوا الناس ما شاء الله. وتحولت ولاية تيزي وزو خلال السنوات الأخيرة إلى منطقة جذب سياحي لما تحتويه من معالم سياحية طبيعية جعلتها قبلة لآلاف السياح سنويا. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.